خبر عاجل يعلن أحمد موسى عن سحب عملتي العشرة والعشرين جنيه من السوق ويكشف التفاصيل وننشر لحضراتكم التفاصيل. والفنان لطفي لبيب ومفاجأة صادمة بعد تصريح عاجل له. وفنان مصري كبير يفاجئ جمهوره بعد غياب 12 سنة ننشر التفاصيل. والقادم أسوأ تحذيرات من بيل جيتس فماذا سيحدث؟ والبقاء لله وفاة مسؤول مصري في نيجيريا ننشر التفاصيل. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مواطن حاول تهريب قطع أثرية نادرة إلى تركيا. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. ونبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد مواطن حاول تهريب قطع أثرية نادرة إلى تركيا. تمكنت السلطات المصرية من إلقاء قبض على مواطن حاول تهريب قطع أثرية من مصر لتركيا عبر مطار القاهرة. قال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار في تصريح لموقع القاهرة 24 إنه تم اليوم ضبط عدد 13 مخطوط آثار من القرون 17 و18 و19 وعدد 3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ وقالب لصق العملة من المعدن عليه غراء يعود للعصر العثماني. مع مصري حاول تهريب المخطوطات الأثرية إلى تركيا وجاء ذلك بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجو. وأضاف أنه بين المضبوطات مخطوطات آثار من الفقه الإسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب ومخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية وأدعية تبدأ بأسماء النبي محمد ومخطوط الإبصة المودية المقدسة بنهرين. وأشار إلى أن كل مرة يتم ضبط مخطوطات آثار لم يتم تسليمها من قبل المجلس الأعلى للآثار إلا بعد قرار النيابة، ولكن هذه المرة كان هناك تحقيق عاجل بسبب أن بعض هذه المخطوطات به إصابات بالضرر، لذلك تسلمنا المخطوطات في الحال وتم وضعها في المتحف القبطي للبدء في الترميم العاجل لإنقاذها. وتابع تلقينا بلاغا من شرطة تأمين الركاب بأن هناك راكبا مصريا متجها لتركيا على أحد خطوط شركات الطيران. بالفحص وجدنا بحوزته 13 مخطوطا أثريا وثلاث لفائف من البردي وقالبا من المعدن لصق العملة يرجع للعصر العثماني كان مخزنها داخل شرط بها جيوب سحري. مصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، يعني شيء جميل لما يبقى فيه يعني انتباه أو يقظة لرجال الشرطة في هذا الأمر الخطير والحساس. شخص بيحاول تهريب آثار مصر لدول أخرى فده شيء يعني خطير جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وخبر عاجل يعلن أحمد موسى عن سحب عملتي العشرة والعشرين جنيه من السوق ويكشف التفاصيل. قال الإعلامي أحمد موسى إن مصدرا مسؤولا في البنك المركزي أبلغه بأنه لا صحة لقيام البنك المركزي بسحب العملات فئة 10 و20 جنيه من السوق. وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسؤوليتي المذاع على صدى البلد بعض المواقع الإخبارية نشرت أخبار تفيد أن البنك المركزي سحب العملات فئة 10 و20 جنيه. وتابع الإعلامي أحمد موسى غير صحيح خبر سحب العملات فئة 10 و20 جنيه من الأسواق تمهيدا لطرح العملة البلاستيكية الجديدة. أكد الإعلامي أحمد موسى منذ فترة كان معنا مدير مطبعة البنك المركزي وأكد لنا أنه لن يتم سحب العملات فئة 10 و20 جنيه من الأسواق قبل طرح العملات البلاستيكية الجديدة. مصدر معانا كان من صحيفة دار الهلال. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ويعني بالعقل كده وكل بساطة مستحيل يعني أن مصر أو البنك المركزي يقوم بسحب
العملات الأكثر تداولا هي ال10 وال20 جنيه قبل ما ينزل العملات البلاستيكية جديدة، فده شيء بديهي. وقلت كذا مرة يعني بلاش ننشر الشائعات، شائعات ان فئة ال10 جنيه وفئة ال20 جنيه هيتم سحبهم من السوق. هذا الأمر خاطئ وشائعات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والفنان لطفي لبيب ومفاجأة بعد تصريح عاجل له. أعلن الفنان المصري القدير لطفي لبيب اعتزاله التمثيل، وذلك خلال تكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدين في حفل نهاد صليحة بأكاديمية الفنون. وفي تصريحات لصحيفة الوطن أوضح لطفي لبيب قائلا: ده حكم ربنا وأنا راضي بكل ما يريد الله، مش قادر أمثل تاني ومش قادر أقف على رجلي لأني بعاني من جلطة أثرت على جسدي وبالتحديد الجانب الأيسر، مشيرا إلى أنه ما زال يتابع الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا على شاشة التلفزيون، وأنه يعشق الفن وسيظل متابعا له حتى لو أن حالته الصحية لن تجعله قادرا على التمثيل. كشف الفنان المصري أنه حصل على وسام نجمة سينا، لافتا إلى أنه سيظل يفتخر بهذا الوسام لآخر يوم في عمره. كما شدد لبيب على أهمية تقديم أكثر من عمل درامي عن انتصارات حرب أكتوبر. نشير إلى أن الفنان لطفي لبيب كان قد أصيب بجلطة منذ 3 سنوات وما زال يعاني من آثارها حتى اليوم، وحاول التعامل معها وشارك في مسلسل رجالة البيت لكنه لم يستطع الاستمرار بالتمثيل لعدم قدرته على الوقوف. مصدر معانا كامل الوطن، وربنا يشفيه إن شاء الله. ويعني خسارة كبيرة للوسط الفني يعني مثل هذا الممثل العظيم، فإن شاء الله يعني يكون بخير وبسلامة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفنان مصري كبير يفاجئ الجمهور بعد غياب 12 سنة. وفاجأ الفنان المصري توفيق عبد الحميد جمهوره بخبر صار جدا، وهو عودته للساحة الفنية من جديد بمسلسل درامي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد غياب طال لمدة سنوات. وأعلن الفنان توفيق عبد الحميد على حسابه الرسمي على فيسبوك عن عودته قريبا إلى الشاشات في مسلسل جديد بعد غياب عن الأعمال الفنية لما يقرب من 12 سنة. وكتب عبد الحميد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: إن شاء الله في رمضان القادم قد أكون ضيفا عليكم في مسلسل جديد، الله المستعان. وكشفت صحيفة البلد المصرية على أن الفنان توفيق عبد الحميد ضمن فريق عمل مسلسل هجمة مرتدة الجزء الثاني بطولة أمير كرارة، ويعقد صناع العمل جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على تفاصيل العمل وترشيح باقي الأبطال وإبرام التعاقد معهم لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة. مصدر معانا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني مكسب كبير، الفنان توفيق عبد الحميد راجع لينا بمسلسل جديد في رمضان، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والقادم أسوأ، تحذيرات من بيل جيتس فماذا سيحدث؟ قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس في توقعاته عن المستقبل القريب في العالم إن الأمر سيكون أسوأ لاحقا، ووفقا له سيتم تنفيذ الهجمات المتطرفة باستخدام أسلحة بيولوجية وستصبح عواقبها أسوأ من الوباء حاليا. وأعرب الملياردير عن ثقته بأنه يجب على الدول إنفاق مبالغ ضخمة على الأبحاث في مجال علم الأوبئة، بهذه الطريقة فقط سيتمكن البشر من تعلم كيفية التعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر نتيجة لأعمال التطرف البيولوجي. وحث جيتس منظمة الصحة العالمية على النظر في إنشاء مجموعة خاصة من العلماء لكي يقوموا بتطوير أساليب وطرق لصد الهجمات البيولوجية وكذلك القضاء على عواقبها. ووفقا لصحيفة جارديان، أعرب جيتس عن أسفه لعدم فعالية مضادات الوباء حاليا التي تساعد في التخفيف من الضرر الناجم عن الوباء، لكنها لا تعطي الفرصة للتخلص منه تماما في المستقبل القريب. المصدر معنا كان من صحيفة اسمها برافادا، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وهذا كان تعليق بيل جيتس، ويقول يعني أن القادم أسوأ حسب تعبيره وحسب بيانه. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والبقاء لله، وفاة مسؤول مصري في نيجيريا.
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وفاة مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد محمد ياسين حمدي في نيجيريا أثناء مهمة رسمية في قوام وفد عن الأزهر. ونعى المجمع ياسين مؤكدا أن الفقيد كان نموذجا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل، وتحمل المسؤولية خلال فترة توليه إدارة الابتعاث. وتقدم المجمع بكامل إدارته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلواء. وورد في وكيل الأزهر محمد الضويني رحم الله الزميل العزيز محمد ياسين مدير عام المبعوثين والإيفاد بمجمع البحوث الإسلامية الذي رحل وهو يقوم بواجب مقدس في متابعة جهود الأزهر وشؤون البعثة الأزهرية الموجودة في دولة نيجيريا ضمن وفد رفيع. وأضاف: رغم حزننا الشديد لوفاة هذا الرجل المخلص لأزهره ولدينه، إلا أن عزاءنا أن خطواتها التي ماشاها في نيجيريا ستكون في ميزان حسناته إن شاء الله. يعني كل ما فعله في نيجيريا يكون في ميزان حسناته بإذن الله. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله، ويعني صبر قلوب أهله على فراقه. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والداخلية المصرية تنفي تعرض إحدى الفنانات لمحاولة قطف. أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا نفت فيه ما تم نشره على عدد من المواقع الإخبارية بشأن تعرض إحدى الفنانات لمحاولة قطف من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب. وقالت الوزارة في بيان إن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين الفنانة المصرية مي حسن وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بسبب الخلاف على قيمة الأجرة. وأضافت أن الفنانة همت بالنزول من السيارة بمكان البلاغ لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير، فيما طلب الثاني استكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة. أكدت الداخلية أن الطرفين تنازلا عن بلاغهما. مصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. كنا نشرنا يا علي أمس أن في فنانة مصرية يعني كانت طلعت وقالت أنها تعرضت لمحاولة اختطاف، ولكن الداخلية المصرية الآن تعلن أن يعني هذا الأمر غير حقيقي وأن الموضوع كله اختلاف على ثمن الأجر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وقلت لحضراتكم برضو أمس أن الموضوع بيبقى متسجل، يعني حتى في الشركة مثلا لو اتكلمنا على شركة أوبر أو كريم أو أي شركة نقل عبر الإنترنت بيكون متسجل خط سير السائق، فالحاجات دي بتبقى يعني معروفة جدا خط سير السائق والهدف من الرحلة وتفاصيل الرحلة إلى حد ما. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمين، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.